السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العملة اليمنية تنهار في مناطق سيطرة التحالف والشرعية. هذا الموضوع الذي يؤرق أحوال الناس وتفكيرها اليوم، لأنها تلامس حياتهم اليومية وتلامس معيشتهم. بالتالي من الواجب علينا جميعا ألا نصمت عن هذا الأمر. وحين نقول يا أخوة أن الموضوع متعلق بمناطق سيطرة التحالف والشرعية في انهيار العملة، لأن العملة في مناطق صنعاء ثابتة، هذا لا يعني أيضا أن الأخوة في صنعاء حافظوا على سعر السلعة، بالعكس نفس الوضع، الوضع كارثي في صنعاء وفي عدن. ومن يقول لكم غير هذا الكلام فهو يبيع الوهم، سواء كان من الإعلاميين التابعين للتحالف أو من الإعلاميين التابعين لصنعاء. الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة بالنسبة للشعب للمواطن في سعر السلع. أما العملة أساسا، العملة الصعبة هي لا توجد إلا مع المسؤولين ومع التجار هؤلاء ومع تجار الحروب خاصة. أما المواطن فهو يهمه سعر السلع الذي يتأثر مباشرة بانهيار العملة. وانهيار العملة في جنوب اليمن أو في مناطق سيطرة التحالف يؤثر مباشرة على مناطق سيطرة صنعاء. لكن الأخوة في صنعاء يستطيعوا، خاصة هم يمتلكوا آلات الردع، أن يضغطوا على التحالف الذي أدخلهم في هذا النفق، قضية خارطة الطريق وعملية السلام التي لا بداية لها ولا نهاية. أنا أذكر أني التقيت بأحد قيادات صنعاء في نفس اليوم الذي يعني أبدوا السعوديين في مستذهب السفير إلى صنعاء، قلت له هذه بداية نفق لا أول له ولا آخر. هكذا طبيعة الاتفاقات، دائما تسري بهذا الطريقة. لا عندهم نية للانسحاب من اليمن ولا الخروج من جنوب اليمن ولا التفريط بالمناطق الاستراتيجية التي سيطروا عليها من مناطق النفط والمعادن والموانئ والجزر والمنافذ، وأدخلوا الناس في هذه الدوامة. وكل فترة يجوعوا الناس أكثر ويسقط العملة، ثم يأتوا على أساس أنهم المنقذ بهذه المنح التي يسموها. لكن في الحقيقة أن الدولار وسعر الصرف كل يوم في انهيار منذ دخول التحالف، ولا حل لنا كيمنيين إلا بخروج هذا التحالف الغادر من اليمن، ونحل مشكلتنا كيمنيين ونصدر ثرواتنا، نحافظ على مواردنا، ننبذ اللصوص من بيننا. لأن أيضا لا يعقل يا أخوان الكرام الذين يلوموا اليوم الأخوة في صنعاء لماذا يمنعوا تصدير النفط. ما ليس من المنطقي يا أخي الكريم أن النفط يصدر ويوزع مرتبات على المسؤولين الشرعية في الخارج بالآلاف الدولارات والناس تموت من الجوع. ليس من العقل ولا الحكمة ولا المنطقة هذا الكلام. صحيح أن النفط أو الثروات التي يتم بيعها من البلاد توزع على الشعب، والمسؤول جزء من الشعب يحصل على حصته، لكن أن يحصل المسؤول على 10,000 دولار أو 20,000 دولار أو 5,000 دولار أو 5,000 دولار أو 3,000 دولار والمواطن لا يبحث عن 50 دولار عن 100 دولار، هذا ظلم. فالإجراء طبيعي الذي قاموا به الأخوة في صنعاء في منع تصدير الموارد التي كانت تذهب إلى البنك السعودي وتوزع على المسؤولين وأبناء المسؤولين يعبثوا بها في عواصم العالم. فالمسألة كارثة كبيرة، والشعب أيضا عليه أن يعرف بعد 10 سنوات من هو غريمه. غريم الشعب الذي أدخل البلاد في هذا المستنقع ويريد أن يقسم البلد ويفتت البلد ويجوع البلد، ثم يعسكر الحياة ويعطي هؤلاء 1,000 درهم وهؤلاء 1,000 ريال سعودي. الآن السعوديين يعطوا جماعتهم 1,000 ريال سعودي والإماراتيين يعطوا 1,000 درهم، وفرحانين الناس بهذه 1,000. مع أنه يعني في مثل، هناك مثل مع لا يليق أن أقول، لكن هذا مثل حقيقي، يقال أن في يعني كلب لقي عظمة فجعل يلوك هذه العظمة، يلوكها حتى خرج الدم من ضرسه وطعم الدم وظن أنه حصل على فريسة، وهو أساسا من دمه. هذا 1,000 السعودي أو 1,000 الدرهم الذي يعطوك هؤلاء هو من ثرواتك، من حقك، بالله عليك تعتقد أنهم جاءوا لسواد عيونك؟ هؤلاء نهبوا ثرواتك ومعادنك وسلبوا سيادتك وقرارك، حتى طائرة ما تطير إلا بإذنهم ولا سفينة تدخل إلا بإذنهم.
سقط لا يعبثوا بها يسرحوا ويمرحوا فيها، منشأت بالحاف الغازية فيها 6 ضباط إماراتي، من يرضى بهذا العبث؟ لا حل لنا كيمنيين إلا بخروج هذا التحالف، وستحل كل مشاكلنا إذا نحن نريد أن نخرج من هذا المستنقع ومن هذا المأزق، ونتفاهم، نتنازل بعضنا للبعض. لا يستطيع الحوثيين يحكموا البلاد لحالهم، ولا الأخوة في الحراك الجنوبي، ولا الإصلاح، ولا المؤتمر أو المكونات الأخرى. تتفاهم الناس، تتنازل الناس بعضها لبعض، تستوعب الناس، يؤنب الناس ضميرها تجاه الشعب، تجاه المواطن الغلبان البسيط، وتتكاتف الناس على كلمة سواء، وتخرج الناس هذا الشر من هذا البلد، وعندئذ ستحل هذه الإشكالات والمشاكل. ما لم ستستمر هذه الأزمات، وكل فترة سيجوعكم أكثر، لأن المقصود هو تركيع لمن، إخضاع لمن، تجويع لمن، تمزيق لمن. بالله عليك، التحالف لما يصلح دولة في الساحل الغربي ودولة في مأرب، وذا لا يوعدهم يرفع لهم العلم الجنوبي، وحضرموت الآن معهم أغريم الشرقية، بعد هذا كله يعني ما بان لكم المخطط ولا فهمتم؟ أحسن الله عزاءك في عقلك إذا لم تفهم. نسأل الله أن يصلح البلاد والعباد، وأن يعيد للناس عقولها وتفهم من غريمها. وفق الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.